السلام عليكم مشاهدين توب تي في، مرة أخرى معنا في جليسة في بلاطو. اليوم جيناكم كيف ما العادة في بلاطو جديد مع جليسة جديدة. يلا نمشيو نهجموا عليهم ونشوفوا شنو كيديروا في هذا بلاطو جديد. سلسلة سيري ديال الوجه الآخر، فمن خلال قراءتي لهذه الشخصية هذه لقيت بأنه فعلا ذو وجهين، يعني عنده الوجه الآخر وعنده الوجه الذي يظهر به داخل الأسرة وخارج أو في الشارع بين قوسين الشلاهبي. بها باش دار بزاف الحوايج، باش ولا سمسار ماشي بداك الملاك ديال العقار اللي عنده دكان وديك الطريقه التقليديه القديمه العريقه، بينما بغى يطور نفسه بانه يبدا يدير لي فوتو ديال الديور اللي باغي يكري الى اخره. حنا حاليا في بلاطو ديال التصوير ديال مسلسل الوجه الاخر، انتاج القناه الاولى واخراج استاذ ياسين سلمان. كنادي الدور ديال سناء، سي ان بيبوليغ، يعني جو باك هادي أول مرة في التلفزة المغربية نبنو هكا وسي بسيكولوجيك بحال هكا. كان التصوير شوية قاصح حيت هاد الشخصية شوية مركبة بزاف، ودوكو كانوا بزاف ديال الصعوبات، ولكن سانسيرمون كونت اون ان تخي بون رياليزاتور ديغيغ سوا اي كي نو بوس اي كي نو برون لو ميور دو نو ميم، اون بو كو لوي دوني لو ميور دو نو ميم. أكسيون. الدور ديال دريس في مسلسل الوجه الاخر. دريس هو صحفي اللي كيخدم وفق مجموعه من المعايير والضوابط ديال الصحافه، يعني كتهمو النزاهه، كتهمو يكون صحفي يعني كيحترم القواعد ديال الصحافه، يعني هي اشاره لان مهنه اللي خصها يكون فيها واحد العمل اللي فيه الصدق وفيه بزاف ديال العمل، يعني على المصلحه العامه ماشي المصلحه الشخصيه، او ماشي غير نقلبوا على الشهره ولا البوز باي طريقه. هذا المسلسل سميتو الوجه الاخر من انتاج الاذاعه الوطنيه لاي سينيغتي، وايماج فاكتوري هي اللي مكلفه بالانتاج. فوالا هذا المسلسل هو في قصة بوليسية ديال واحد صحافي معروف تيقتلوه، وتنشكو بأن مراتو هي اللي قتلاتو، عاد تنقلبو باش نعرفو شكون على شنو اللي دفعها باش تقتلو. فوالا دونك سي نيستوغ بوليسيغ، ولكن مخلطة بأن بو دو ميلودرام، أن بو دو سسبانس. الممثلين اللي كاين في هذا المسلسل هما محسن مالزي، فاطمة سرا برنوسي، طريق البخاري، عادل أبا تغراب، حسن الطمطاوي، عبد الجليل عاجيل، وجوه جديدة حتى هما. فوالا هذا المسلسل جديد بالنسبة ليا حيت خارج من ديك النمط ديال الميلودرام اللي كنت اللي خدمت عليه بزاف. واللي زوين فيه هو لونكراج اللي فيه، لونكراج اوربان اللي قريب ليا اللي تيشبه ليا. في فوالا جيسبيغ كو الناس عيجبو تنديرو للناس وصافي. فوالا ميرسي. تحيه للقناه توب تي في والناس اللي كيتابعوها، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وديما ديروا مواضيع جديده وشبابيه اللي كتهضر على الشباب وكتهضر علينا وعلى المجتمع ديالنا. تحيه فنيه خالصه لتوب تي في. هاد التحيه كنقدر نسبق الاحداث ونقول لهم رمضان كريم وكل عام والتوب تي في بخير. معكم فاطمة زهرة جوهري وكتفرجوا في التوب تي في.
هكا كتكون الجلسة ديالنا سالات. نضربوا لكم موعد جديد في جلسة أخرى مع بلاطو جديد. هاي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي. شكرا.